حس حسب العده حسين. سيبه سيبه. بسم الله ما شاء الله. حسين اربطه في مكنه الماء ده وحط له شويه عود برسيم في مكنه الماء ده عشان اجي ابص نروح يركب المكنه ويروح للراجل انا وراه كده ممكن يقول له شغله مش بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألف سلام عليك يا حمار. سيبه لا حول ولا قوة إلا بالله. ارفع يا معلم يلا ارفع حسين يلا عشان ظهر وجهك. خذ يا باش دمه اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا قرا حاجه ركز على الثلاثه حاجه ركز على الثلاثه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم يا برك بسم الله برافو عليك بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين كل الناس تعملها لايك واشتراك يا جماعه. الناس بتقول لنا بتشاهد منين؟ اللي بيشاهد من الاردن والعراق والجماعه دول احلى تحيه لهم. وللجزائر الناس اللي طلبت التحيه الحاج السيد بحييكم. بسم الله الرحمن الرحيم. داول بالك يا زبون. الحمار ده ورا عاجل النهارده؟ لا من امبارح من امبارح. خش فوق هنا بقى عشان حاضر طول بالك يا حاج السيد. الو ايوه مين؟ لا باش مين معاي؟ مين؟ ماشي 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 يا حبيبي. لا يابا انا جاي لك اهو. يلا زلطة زلطة غلط مكان الزلطة غلط زلطة زلطة زغر زياحة مفيد المرض هس هس ويا هاي مش وجع جاي 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 سلام. انت هتشوف عندك اكتر من هنا انت المفروض تقول لنا التوجيه فين؟ بقول ثلاثة هي ان شاء الله. بس قرب كده حاج محمد. بس لا امسك انت حد السيد وركز ننزل على حضيض بص هتقوم قلب الريحات بس ركز معلش. طب وين زنق الزلط جوا هذيك محمد عناوي هي الغازه بتوصل بص شغلتها ايه بقى اللي هي تخش الحفر جوا تاكله يعني بتخبط الحته وتخش بقى اللح تضرب اللح سبحان الله اجمد يا عم السيد جامد يعني
زين كده اجمد فريد لحسنك. خليك كده. طبعا دي كده اللي بس نزول المسمار تلاقيه بكره. لو انا عايز اقول له لاختك تقول له يلا عايز بقول المسمار جاي عيالها مش هيجوا الاسم هي طلعت من بره مش جايين دلوقتي. الواد عبد الله ابراهيم برضه بقول احتال كل الحفل جايبه في كل التاريخ. كل الذكريات احنا عايزين نقول تسلم ايد اللي مصور برضك بيقول يا عم الله ولا عايزين مصور ولا بتاعي. لا طب مثلا ايه عندك مشاهدات كام يا محمد؟ محمد ابو حسين من مليكه دي عندك مشاهدات كام؟ مش كل فيديو في فيديو يجيب لك 1000 وفي فيديو يجيب لك مليون تبع التصوير ده كويس. وفي فيديو مثلا بالصلاه على النبي كده ايه كل الناس اللي بتعمل لايك بيقوم طال بس والناس اللي بتتفرج كده وبتستفاد وما بتعملش حاجه هنقول لها بقى يا عم السيد شكرا. لا يا عم شكرا لك بس الى كمال بالصلاة على النبي وهو بيمشي عليها مسافة 3 ايام ويخف باذن الله عمر المسكين. احنا عندنا كلب نوع محمد الكلب ده كده اهو ماشي عشان المشاهدين. اه الكلب دي في برغيت عايزين نديله حاجه برغيت. اه طب البرغيت ده بقى انا هقول لك تعمل له ايه؟ جول هتجيب له بودره بتاعت ال الصراصير الصراصير دي عندي وبضره بس كده؟ ما هنعمل هنحميه. ها؟ اه في حجن خدها بتظبطه ده كله كلام اللي انت بتقوله ده انا جربناه والله؟ والله ما بعمل حاجه. حجن في ايه؟ في حجن الكلام دي هات له حجن اسمها دكتور ماكس بتاعت الخيل دي هي دي الوحيده اللي تنفع. يعني بتاعت الصراصير دي مش عامله حاجه. هتعمل يا باشا. يا سلام. ان شاء الله هتعمل. انا عندي بودره صراصير من بره. حط له من نفسه. بعدين الصراصير اللي بره غير الصراصير اللي بتاعت الهند. بالظبط. الصراصير اللي بره ايه؟ متدلعه شويه. طبعا محمد بيعمل ده كله رفق بالحيوان. عمره ما طلب فلوس ولا طلب حاجه. لا احنا مش عايزين. لا احنا بنطلب فلوس طبعا. بتطلب؟ امال ايه؟ لا مش في كل الحالات. هنأكل العيال ايه؟ يعني يكفي من المشاهدات. مفيش مشاهدات. بس. يا عم محمد. اه. هنأكل العيال الانسانية؟ اه. بس يجا. ايه. بس خلاص. انت مش ماسكة فيك الاثنين ليه؟ خلاص انا زي بس هو. هو مش متحمل الدج طبعا. لا. بس احنا هنعمل ايه؟ هو ده صورة الشو. بس هو واخد مني يا جماعه برضه. بس 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 خلاص 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 صح. بس صاحبك. اه صاحبك والله العلف. اه علفوا قلب الناس ما بيعلفوش. اه ما بيعلفوش صح؟ ما بيعلفوش بس عود برسيم. بس برسيم؟ علفوه حتى عود برسيم. عارف تقيب الحمار دي من ايام الغال. اه انتوا واخدين بالكم بالكلام ده؟ ايدك واحد بس. طول بالك بقى بس بس تبقى حمار كبير كده. بس خلاص خلصت. خلصنا خلاص احنا بنروق. انا راكب مش عليه. هتعمل ايه تاني؟ هنعمل اللي ورا؟ لا لا الراجل لو بس وخلاص هو حروف الحروف. لا 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 ظبطها بقى هذا مليار. ده ربنا يا عم. الله ينور عليك. اه ده هو كان كيس صغير. يلا بقى وحط له حاجتك عليه. ما ربعك يلا. حطوا الحاج. حطوا المكرونه والشعريه والصابون والشاي. شوف زلطه فين يا استاذ محمد. وحطي
2 زيت في زلطه برضه خلاص ثلاثة سوق كل شيله شيله ارفع الثانية عقبال ما يجي لكم شوفوا السرعة انت ما اعرفش جبت الحمار دي الحدود يا سيد بغلت لاربع شهور دي من اول البرسي لا يا اخي بس تستر يلا بتستر والاربع مسامير هم يا جماعه زي ما انتم شايفين في الحافر اهو ماشي يعني ايه في اللحم ولا حاجه الناس بتقول لك حرام عليه شيلهم عشان ما يخشش في رجله تاني حته تتكنس بقى هتكنسها قبل ما امشي هو بقول لنا احنا يعني حته تتكنس ده ورا معلم ده ورا معلم لا تغرس يا حاج محمد الله يبارك لك رجل السيد رجل صبعك ده اهو رجل محترم يا حاج محمد الله يبارك لك الله يبارك لك يا حاج ولع الكيلو يا روح يا شيخ تعالى لوجه الله ارفع تاني يا عم الحاج هو في الحدو السوس دي سبب ايه يا محمد؟ الرطوبة والوحلة والله؟ والله حتى كفة اللي عندك كده يا عم السيد كفة يا سيد كفة ايه؟ اللي بتعلم منتج بها دي بنفتح بها الخراب شيل السوسة؟ دي؟ اه عشان نجيب اخر السوس وكده بالفعل اجت والحفر اللي ورا اربطه في حته ناشفه نخ ان شاء الله تربطه في المكنه الماء ده يا عم لا 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 تحتناش من يا عم لا 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 يا عم سيبه يا باشا والف سلام عليك يا حمار حسب العده حسين سيبه بسم الله ما شاء الله اربطه في مكنه الماء ده وحط له شويه عود برسيم في مكنه الماء ده عشان اجي ابص نروح نركب المكنه ونروح للراجل انا غراب كده ممكن نقول له شكله مش جاي له يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كانوا معاكم اصحاب الفريق الحاج السيد ابو حسين كبير عزبه مليك قلنا استعمل لك عم السيد عمل كده اهو هيعملوا لك مش هيعملوا ليه استاذ محمد ماشي يا باشا احلى مسا يا ريس استاذ محمد راجل المثقف الله يعزك لابس خاتم انا اخده منه هديه ماشي شوف ضحك ازاي تعالى يا حسين سيبه ينام بقى ما شاء الله ما عادش فيه اي حاجه هو طب على طول صح شغالين به طب سيبه بقى يمشي بقى سيبه خالص سيبه